بليف، جرب جرب واسعى هتوصل وعد. اي حاجه هتستثمرها في صحتك النهارده هي هتعود عليك ما تكبر. يعني النهارده انت بتاكل شيت ميل، بكره هاكل شيت ميل بتاعتي وعادي جدا. عمرك ما هتتطور لو لوحدك. سؤال بقى اهم سؤال وانا هجاوبه بعديك، هل انت وانت بتبدا كنت متخيل انك ممكن توصل المرحله دي؟ بص انا كان شايف المرحله دي حلم عموما هيتحقق، ودي مش بتاعتي، دي بتاعت ناس بروفيشنلز وناس بتاخد سبلمنتس وسترويدز والكلام دوت، وانا في سن دوت كان صعب جدا اخش تجربه الاسترويدز وبتاع، عشان في الاخر عندي عيله وعندي صعب. مش هو ده شغلي، يعني شغلي مش هطلع على المسرح في الاخر بالمنظر ده، فكده بالنسبه لي كان استحاله اوصل للمنظر ده. بس لما دخلت وحطيت رجلي ما بتيجي اهي، انا فاكر اول يوم شفت السكس باكس غلطت، يعني اللي هو دي بقى بتيجي اهي، ما بيقولوا لنا ما بتحصلش ليه يعني يا جماعه. انا شايف انه no one believes in themselves. انا عايزك تقول لهم في الحته دي ازاي ان انت كل ما بتوصل ليفل بتقول انا فعلا كنتش اتخيل ان انا هوصل دي، وانا كمان نفس الكلام. يعني انا بس مش عايز اي حد فيكم بيتفرج يقول مش انا اللي اقدر اعمل كده، لا والله انت وانا وهو كلنا زي بعض، يعني احنا بس وصلنا حتة فاحنا بنحكي لك بقى تعال جرب، حلوة الحتة دي، حلوة مش صعبة. انا كنت فاكر ان هي مستحيلة، يعني ايه ابقى يوتيوبر واعمل واسوي؟ مستحيل، عمري ما تخيلت ده. انا جربت بس الموبايل كده جرب، بس دلوقتي عندي يعني زي ما انتم شايفين. فانت بليف، جرب جرب واسعى هتوصل وعد وعد. انت بس لو معاك حد يوجهك سنة together، يعني بس يعني من غير his motivation والإرادة ما كنتش أنا هعرف أعمل أي حاجة. أنا بس كنت بحاول أوجهه أقول له إيه الصح إيه الغلط، يعني وعين تانية معاه بتفرج، أنا شايف كذا، أنت حاسس بإيه؟ لازم برضو يبقى فيه communication. العامل النفسي، العامل النفسي بتاعك يا سام في سؤالك في الشغل، لا بتحس ان انت عندك ثقة في النفس، بتروح لليفل تاني، لمستوى تاني، يعني بتلاقي نفسك حتى لو انت مش احسن واحد في شغلك، بس الناس بترجع لك احسن واحد في الفيتنس، شايفين انك رول موديل، الراجل دوت ملتزم، بيروح الجيم، ماشي يعني نظام تغذية مظبوط. انا عارف بروح الشغل معايا علة بالاكل بتاعتي وحطيتها في التلاجة بتاعت الشغل، الناس كانت بتقعد تبص عليا، انت بتاكل ده ليه؟ ده عشان ايه؟ طب انت ليه بتاكل ده وما بتاكلش ده؟ وابتدي اشرح، فتلاقي الناس بتستفيد حواليك وبتبص لك بصه مختلفه. في اللي حواليك هتلاقي مديرينك بيبصوا لك بصه مختلفه. انا فاكر مثلا مديري اللي فات بيقول لي امين انا شايفك ماشي كويس، عايزك تعمل لي كده اطمن ايه واكل ايه عشان عايز ابقى زيك. فتخيل انت حطيت نفسك في حته ثانيه مع مديرك. فالنقطه ان انت هتحس انت في حته ثانيه، الناس احساس كويس جدا انك بتاثر في اللي حواليك. يعني ايام الكورونا ما كنت بنزل لاجري، فجاه كده في شاب كده قاطع الطريق جاي يجري ناحيتي، يعني قلت بيسال حاجه بتاع، قال لي ها كابتن امين؟ قلت له اه. قال لي ممكن اصور معاك؟ انت كابتن بتاع كابتن سام؟ قلت له طبعا. يعني ما تعرفش الموضوع دوت فرق معايا قد ايه. انا كنت من كام سنه عمري ما كنت اتخيل نفسي ابقى في الحته دي، انت واحد بيجي عايز يصور معايا، الموضوع بقى بالنسبه لي مسؤوليه، يعني ازاي اقدر احافظ على مستوايا، ازاي اتمنت او اخلي مستوايا ثابت عشان خاطر الناس اللي حواليا دي متاثرين بيا وبقت قدوه ليهم. فالموضوع ابدا فيه، هي نفسك طالع من مستوى لمستوى، ومفيش حاجه اسمها انا سني اتاخر. في ناس معايا في بره بيلعبوا فوق ال 70 سنه و 80 سنه، بيخشوا يجري جنبي على التريد ميل بال 10 و 15 كيلو وجنبي و 75 سنه، فما تقولش لا هي اتاخرت، لا ما اتاخرتش. وصدقني الحاجه الوحيده بقى ليه انا بعمل كده في الاخر، قلت لك في اول الحديث الاولويات كانت زمان ايه؟ شغل عيله صحه. غلط، صحه عيله شغل، انك ما عندكش صحه كويسه لا هتعرف تاخد بالك من عيلتك ولا هتعرف تشتغل. فهي دي النقطه، يعني اي حاجه هتستثمرها في صحتك النهارده هي هتعود عليك ما تكبر، وهتلاقي نفسك عارف تمشي، عارف تستمتع باحفادك، عارف تستمتع بعيلتك. يعني مش عايز اقول الكلام بتاع الحلقه اللي فاتت، بس صدقني هو ده السكسس، هو ده الكي بتاع الدنيا كلها. ازاي انت مثلا فجاه لقيت نفسك يوتيوبر معروف؟ بدات منين؟ يعني هو تحدي، واحد تحداني قال لي والله انا اللي عندي يوتيوب شانل،
عايز عايز مش عايز روح اعمل يوتيوب شانل. فكان تحدي، رحت بالموبايل، ما كانش حتى معايا فلوس اني اجيب اجدد موبايل عشان كنت عارف انه لازم كاميرا كويسه. دفعت نصه، وفي واحده صاحبتي ساعدتني دفعت النص الثاني. بكل صراحه يا باشا انا مخبيش، بدات فيو 2 3 الله 100 هي فاهم، واحده واحده. قعدت مع امي مره قلت لها دلوقتي من الاخر عندي اسرار مش عند اي حد، وعندي معلومات. انا قعدت مع كل الابطال دي وقعدت مع مدربين كتير، وانا عارف ان انا في حته بعيد شويه يعني معلومات انا قشط. قالت لي خلاص ادي. قلت لها طب ما انا لو اديت كل حاجه ببلاش هستفيد ايه؟ قالت لي ايه، زكاة العلم نشره، لازم انت تزكي وتدي الناس، ربنا هيبعت لك طريقه تانية. وده اللي بدات اعمله، بقيت اقول كل الانفورميشن اللي عندي بجد بتفاصيل، كل حلقة بشرح لك عن حاجة معينة. انتوا عملتوني بس انا مش اي حاجة، انتوا عادتوا عجبكم الكلام اللي انا بقوله شيرتوه لايك بتاع ها ها ها، بقى يجي لي ناس يدفعوا لي اونلاين فبقى يخش لي دخل، فقمت شاري كاميرا وبعدين ما بفهمش فيها. دي نقطة تانية، لازم 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 هلب، لازم حد يساعدك. اوعى تفتكر ان انت تعمل كل حاجة لوحدك، عمرك ما هتتطور لو لوحدك. لو امين كان خد الخطوه وقال انا عايز اغير من حياتي لوحده، غير لما خدها مع حد فاهم في المجال ده، كان ممكن يجي له انجري في الجيم، كان ممكن يعمل دايت ياثر على صحته. في ناس على طول زيرو كارب يقوم داخل عمل دايت، غلط، وقف ملح وقف ملح، حاجات بجد مؤذيه جدا. انا مش بفهم في التصوير ولا في الايديتنج ولا في محاسبة، ولا أنا محامي ولا أنا محاسب، كل دي ناس معايا في الشركة، كل واحد ماسك بوزيشن. لازم نوزع الشغل ونساعد بعض، خلينا نشتغل مع بعض. أنا أديك معلومات خدها نفذها، استشير حد كده فاهم. اوعى تفتكر أن أنا فيش حاجة اسمها أنا لوحدي، دي هتخسر. لازم إحنا فاهم، فإحنا فيتنس فاميلي. أنا بحاول أديك معلومات تحطك على الطريق الصح، الراجل بيحاول يحكي لك قصته يموتيفيت يو انه اتس نيفر تو ليت، المصور بيحاول يطلعنا بصوره واضحه عشان تسمع، الاديتور بيحاول يكتب لك الكلام، كلنا نشتغل مع بعض نوصل. ليه باكل شيت ميل؟ بص يا سيدي، انت دلوقتي في مرحله رايح حته، رايح لوزينج ويت، بالكينج بينشف، انا مش رايح في حته، انا وصلت الحته اللي انا عايز اوصلها، انا مبسوط بجسمي وصحتي كده. فعرفت ازاي امنتين ده؟ دي نقطه كويسه يا سام، ان انت ما بتوصل للمستوى اللي انت عاوزه بتبقى وفاهم وصلت له ازاي، بتعرف ازاي تمنتين ده اللايف ستايل بالظبط. يعني النهارده انت بتاكل شيت ميل، بكره هاكل شيت ميل بتاعتي وعادي جدا، بروح الجيم اتمرن عادي، مفيش بقى زي زمان بقى بشيت ميل كل يوم شيت ميل، لمسك الفات بس مش عماله تعلى ومش عارف بتعلى ليه. ثقف نفسك، امشي هتوصل للمستوى اللي انت عاوزه، وبعد كده يبقى ده اللايف ستايل بتاعك وترسك مش تعبان، هو ده الطبيعي بتاعك. تصحى النوم عارف هتعمل ايه، هتاكل ايه، هتقابل مين، هتتكلم فيه، هتشتغل ازاي، طبيعي. فالموضوع مش صعب، مش صعب مش خالص، صعب بالذات لو فهمت وتعلمت. فصدقني صدقني 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 مفيش حاجه سهله. وقبل ما اختم بس عايز اقول حاجه، ان حاجه شفتها بعينيا، كنت هنا من سنه وثلاث شهور بصور مع الناس ديت، النهارده ما جيت وبصور تاني لقيت السام والمجموعه بتاعته في حته تانيه خالص. يعني قلت لهم المره اللي فاتت يا جماعه متوقع لكم تبقوا من احسن الناس اللي في الميدل ايست في المجال ده، النهارده بقول لهم انتوا احسن الناس في الميدل ايست في المجال ده بجد والله. انا شفت سام وراني الشغل وراني جداول التمرين وبتاع، بص حاجه تانيه خالص. يعني الحاجات دي مش موجوده بره، موجوده بس فيها فلوس كتير قوي، انا عارف كتير قوي، ومش هتلاقي الكير بتاع 24/7 بتاع اللي هنا في التيم ده. التيم انا لوحدي مستحيل، بس صدقني صدقني دي كلمه لله يعني حبيت اقولها، عشان برضه الراجل دوت يعني ما انا عارف ان هو ما فيش حد بيتكلم عنه كتير وراجل متواضع، بس بجد ده اللي شفته النهارده بجد، التيم بسام في حته تانية خالص. انا متاكد لو صورنا بعد كام شهر هلاقي الموضوع في حته ثالثه خالص، فانتوا ماشيين كويس جدا، ربنا يوفقكم. وده بالذكاء اللي بتعملوها والله في فيديوهاتكم وفي اللي احنا بنعمله، احنا النهارده مفيش حاجه هتطلع لنا بس بنعمله عشان خاطر الناس. ما ينفعش اشوف انا الكومنت والدعاء ده وما اكملش، ما ينفعش يا جماعه، انتوا اللي عملتوا سموي، ف يعني انا اصلا شغال عندكم، انتوا اللي تقولوا لي ولا احنا اللي عملناك احنا ننهيك، وده فعلا انتوا اللي عملتوه لي وانتوا اللي تنهوني، وانا بشتغل عندكم. انا نفسي افيدكم، نفسي الشعب العربي كله صحته تتحسن والاديوكيشن ليفل بتاعنا يعلى. هناخد امين رضوان تمرينه في الجيم بقى، تعال نشوف بنتمرن ازاي. شكرا كابتن امين، وشكرا ليكو، وشكرا لتيم سموي، ويلا بينا نكسر الدنيا.